السلام عليكم يا اخوة، ما تعرفش فين الناس بتوع الجمبري اللي واقفين بعد الحي الاماراتي؟ اول ما تنزل من المنفذ بعد كده بشوية صغيرين هتلاقي كلهم واقفين عربيات، فعندك ابو هند وعمرو والناس اللي عندي كلهم. ويا ترى الجمبري بتاعهم حلو يعني، شغال ولا اي هردة وخلاص؟ لا جمبري حلو وشغال، لسه طالع من المايه يا عم الحاج، وبيجيبوا جمبري نضيفة. طب ما تعرفش مكان نصطاد منه يكون حلو يعني يكون شغال؟ اصل احنا طالعين كده يا جماعة مع بعض ومش عارفين حاجة. في عندك بعد كمان هتلاقي عندك بعد وانت ماشي من 31 يونيو هتلاقي على ايدك اليمين في بحيرة وعلى ايدك الشمال في بحيرة، هتمشي شوية كده من عندك كمان هتلاقي ايه مصارف، في مصرف على ايدك مصرف مزارع، وعلى ايدك اليمين البحيرة الواسعة، كل ده شغال. لو طلعت كمان قدام هتلاقي بقى ايه برج حمام، وبعد برج الحمام هتلاقي في اماكن، وعلى ايدك اليمين برضه في اماكن، كل ده شغال، مصارف ترع شغالة زي الفل. وفي كمان بس في اماكن بعيدة عند ملفات الدايبة، لو حبيت ادلك دلني يا غالي اي حاجة وخلاص. ان شاء الله احنا رايحين نغير جو وخلاص، اي مكان وخلاص. انت رايح فين ان شاء الله؟ واحنا نيجي ممكن نيجي معاك. هو في غيره؟ وما فيش في غير مصر 17 اللي بروحه، وباذن الله كده لو في حاجة بقول لكم عليها. هو انت بقى احمد سعد اللي كل شويه وجعنا دماغنا بالقراميط ومصرف 17 وغلا؟ يا جدع انت عرفتنا بقراميطك وشبارك، مش عايز اعرف حاجه منك ليه كده بس يا غالي؟ ده انا بحبك عايز اوي، انا اقول لك تعالى معايا وخلاص. لا يا عمي قراميط ايه يا عمي، انت عايزهم يفضحوني؟ بلاش فقر، ده انت مفضح على الفيسبوك والنت كله، ماليش دعوه يا عم. لا يا عم انا همشي بلاش فقر، انا عايز اروح في اي مكان تاني يكون في سمكتين ابصب بيهم انا وزمايلي واتكل على الله. ربيت يا عم؟ لا يا عم. طب بقول لك ايه، انت ممكن تبعت لي اللوكيشن اي حته اروحها؟ ان شاء الله اول ما اروح ابعت لك اللوكيشن. ولو بقول لك ايه، لو انت عايز تعرف المكان كده ايه بالوصف، انت هتمشي يا عم من محور 30 يونيو اكنك مسافر، وقبل الكارته هتقوم داخل شمال وتقوم ماشي شوية صغير أكنك راجع، وبعد كده هتقوم داخل يمين وتقوم مكمل على طول، هتلاقي في حوار على ايدك اليمين ومصرف على ايدك الشمال. ماشي يا عم، يلا مع السلامة. بتوع الجمبري اجمعهم، يلا سلام. رأيك أخضر؟